في جامعة حيفا مؤتمر للطائفة العربية الدرزية بدعوة من مراكز أبحاث عديدة ومنتدى الصحفيين الدروز، يتناول المستجدات السياسية والاجتماعية والموضوعات المتفرعة منها خلال العقد الأخير. بسبب خصوصية الطائفة الدرزية تم تسليط الأنظار إلى هذا، يعني إلى سلوكيات هذه الطائفة. هناك تحولات كبيرة جدا على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الجندري، تثير تساؤلات كبيرة جدا حول أول شيء خصوصية هذه المجموعة الصغيرة التي يعني مسارها التاريخي اختلف عن مسار باقي الطوائف العربية في إسرائيل، علاقتها مع الدولة، علاقة الدولة معها وما إلى ذلك. على جدول أعمال المؤتمر برزت القضايا الجندرية وصراع الأجيال إلى جانب نسب الانتحار ومسبباتها على اختلافها. الموضوع رح أتناوله أنا هو عن مخاطر محاولات الانتحار عند المجتمع العربي الدرزي بالمقارنة مع المجتمعات العربية الأخرى واليهود، وهذا هو كان بحثي في الدكتوراه تبعتي في جامعة حيفا، رسالة الدكتوراه تبعتي. طبعا أنا الهدف اللي خلاني أشتغل على هذا الموضوع إنه هاي الظاهرة المقلقة اللي إحنا عم نعاني فيها كمجتمع عربي درزي في القرى الدرزية، فحبيت أنا أسلط الضوء عليها وأشوف شو هن المخاطر اللي عم بيخلوا الشباب أو الصبايا أو الرجال يروحوا على هذا الاتجاه. أما في الشأن السياسي فقد عرض الباحثون أنماط التصويت داخل الطائفة المعروفية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. النظرية الأيديولوجية تقول إذا كان في هناك سوء تفاهم عند الدروز بالنسبة للتوجه الإسرائيلي، وبعد 2018 كان عندهم خيبة أمل من المؤسسة الإسرائيلية، فهل تغير التصويت لديهم من اليمين إلى اليسار؟ فهذه النظرية الأيديولوجية اللي هي تؤثر على تصويت الدروز من الناحية الأيديولوجية. النظرية الثانية هي النظرية الاجتماعية الاقتصادية، وهنا فحصنا إذا الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي لدى الأفراد هو العامل الذي يؤثر على التصويت لدى الدروز. وثالثا أردنا أن نفحص إذا كانت النظرية القرابة، عامل القرابة بين المرشح، إذا كان كونه درزي هل هذا يؤثر على تصويت للأحزاب المختلفة لدى الدروز. بينما على الصعيد الإقليمي طرح الباحثون المتغيرات في الشرق الأوسط خلال العقد الأخير على خلفية مشروع إقامة دويلة درزية بين سوريا ولبنان. أنا تقديري أن الدروز لن يتعاطوا مع هكذا مشاريع، ليس لهم هذا الطموح غير قائم. الدروز يعتبروا أنفسهم هم جزء من هذا الواقع العربي، رغم هذا الواقع الرديء الذي نعيشه، ورغم كل التخلف القائم، ورغم التعصب الطائفي، ورغم التكفير، ولكن لا يوجد حاضنة أخرى للدروز إلا حاضنتهم العربية الإسلامية. بين لهيب المتغيرات ورياح التقلبات وعلى وقع طموحات الأجيال الجديدة في صياغة مستقبل أفضل، جاء هذا المؤتمر في سعي منه لإفراز مقترحات يمكن تطبيقها على أرض الواقع.